السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم إن شاء الله التغطية ستكون عن حصن كعب بن الأشرف اليهودي. في البداية، يقع هذا الحصن جنوب شرق المدينة المنورة، قريب من مسجد قباء بنحو 3 كيلومتر، أما إلى المسجد النبوي. كعب بن الأشرف هو من أصول عربية، إذ أن أبوه من قبيلة طي، قبيلة معروفة شمال شبه الجزيرة العربية. قدم إلى المدينة المنورة فتزوج، ويذكر علماء التاريخ أن مساكن يهود بني النضير كانت تبدأ من هنا قريب من هذا الحصن، وتنتهي عند مسجد بني النضير قبالة مسجد قباء. بالعودة إلى الحصن، يبلغ ارتفاع هذا الحصن حوالي 4 أمتار، وبداخله حوالي 14 غرفة داخلية. كان كعب بن الأشرف شاعرا، وكان كثيرا ما يهجو نساء النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر. عندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أن كعب بن الأشرف قد آذاه وآذى أصحابه وآذى نساءه، قال لأصحابه: من لكعب بن الأشرف؟ فقال له الصحابي الجليل محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. فشكل مفرزة من عدد من الصحابة وذهب. وهكذا كانت نهاية كعب بن الأشرف على يد ابن أخته محمد بن مسلمة رضي الله عنه، حيث قتل وجيء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.